كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن شريف اكرامي، كابتن حسام عاشور، كباتن النادي الاهلي. الفتره اللي جايه محتاجه شغل كبير من كل اللاعبين. النادي الاهلي المسانده والدعم مطلوب خلال المرحله القادمه، وايضا كمان كابتن محمود الخطيب كرئيس لمجلس الاداره وقيمه الكبيره في كره القدم وتواجده وايضا كمان مساندته الدائمه لجهاز النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تؤتي بثمارها خلال المباراه القادمه، مباراه المقصه ان شاء الله تكون انطلاقه جديده للنادي الاهلي نحو سلسله الانتصارات ان شاء الله باذن الله. الكل على قلب رجل واحد، جمهور، مجلس اداره، لاعبين، اداريين، جهاز فني، الكل ان شاء الله المسانده والدعم مطلوبه خلال المرحله القادمه، وانتظروا النادي الاهلي بثوبه الجديد في مباراه مصر المقصه، وان شاء الله باذن الله مباراه سان داونز ليها حسابات مختلفه كثيرا جماهيريا وفنيا واداريا.